اخواننا والناس الطيبين كل عام وانتم بخير، ربي يحفظكم ويحفظ عوائلكم ان شاء الله بحق الحبيب محمد. اخوان تدرون هذا حق الاساس شنو هو؟ هذا مال الجامعه في قضاء الشطره. اشوفوه 2013 اليومنا هذا او 14 13 تقريبا سبع سنوات، وهذا حق الاساس اللي شوفوا يقول قبر. هسه خاف يسوون بنيه وانه يزورونه يظلون وهي تاهه على ابوه. والله ما ادري. هذا زار علي الاديب وعلي وياك علي والمحافظ يحيى الناصري وغيرهم زاروه وراح تكمل الجامعه. وهذا حالها. هذا الجنوب مو حسب بالكم الساسه، رئيس وزراء، نائب مدري شنو، الامين العام من الشطره من ذيخار. هذا حالنا عم والله وكيلك. الله شاهد مناطق منكوبه، مناطق عندنا دجله والفرات هنا طابات عندنا، الشطره بيها دجله والناس بيها الفرات وماي ما عندنا. الله وكيلك مناطق هسه منكوبه شراب ماي ما عندنا. وهذا حالنا عمي. هذا حالنا. تعلموا انتم يا ساسه الجنوب، تعلموا يا ساسه، تعلموا يا ساسه الجنوب، تعلموا من الساسه الغربيه. الحلبوسي ما حلبوسي ما علمكم شويه؟ لسه فاتح له مشروع وانتم هسه الاثر لها ماكو. حتى هاي المرمرات اللي جابوها مليار مليارين جايبينه ما هو باقي بس هاي. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. اقطع ابو علاوي، اقطعهم الله ان شاء الله.